شكلها قفشتنا. هي مين؟ هيكون مين يا ملك الجمال الساحل انتي؟ هند؟ مالها؟ عايزة ايه؟ مش مصدقة اني تويت جتتك. ليه؟ عايزة تطمن. طب ما تطمنها. جبت التايهة انت كده؟ والله انا كنت خلصت منك اسهل من صداعك ده. بقولك ايه؟ ما تبصش تحت رجليك يا علاء. ما انا كده لا هبص فوق ولا هبص تحت. اجيب لها منين دليل؟ دليل ايه؟ بتنتي شد بلاستر وخلينا اعرف افكر بدل ما اغيب عليك. بقولك ايه؟ رجعني احسن. انا كنت فاكرة انك محتاجة اساعدك في حاجة. متأكدة ان انت عايزة تساعديني؟ طبعا. حلو الخاتم ده، وريني كده. لا 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 من غير ما تقلعيه، ده جامد. اسمعني، ده شكله غالي. عيشة لا مؤاخذة باخدوه. بس بس خلاص. بس عدي في ايدي، عدي ايدي خلاص. اخرسي، هاخدك هحطهولك في المستودع. يا بنت اخرسي. اسكتي. الله يخرب بيتك، ايه اللي انت جايبهولي ده؟ ده الدليل يا ست البنات. تقوم تجيبه لغايه هنا؟ ما انا حبيت اعمل لك مفاجاه، وبعدين ده صباع ما ينفعش يبات، لازم يتشاف على السخان والا ريحته هتطلع وهيعفن. هيعفن؟ تقوم تجيب لي بلوه لغايه المكتب؟ المهم صدقت ان علاء ما بيجليش ولا ايه؟ طب غور، غور بالتهمه اللي في ايدك دي، ما تطبش عليا هنا تاني من غير ما عاد فاهم ولا لا؟ عناية. أنا بجد مش قادرة أصدق إيه اللي بيحصل لنا ده. معقولة؟ كل يوم واحدة فينا ترجع بمصيبة؟ أنا أي نعم عارفة إن أنا نحس، بس معقولة ترجعي أنت كل يوم بمصيبة؟ بس أنا بصراحة بقى مش داخل عليا حوار صبعك والباب، مش داخل عليا الكلام ده. هو اللي حصل؟ لو حصل غير اللي حصل وعايزة تحكي لي أنا هسمعك. أنتي حاسة بإيه؟ أنا موجوعة جدا يا أماني، ومحدش حاسس بيا ولا حد هيحس بيا. والله يا عيشة أنا حاسة بيكي، بس أنتي اللي عنيدة وصوتك من دماغك ومتسمعيش كلام أي حد. طب اطلبي أي حاجة نفسك فيها والله وأنا هعملها لك حتى لو فوق طاقتي. وهفضل قاعدة جنبك.